شارك ولا شريك قبل كده؟ قول يا فندم، انت عايز انا اتكلم؟ كلمنا عن الهوايه حضرتك. يعني انا اعتقد انها خطوه ايجابيه وخطوه جميله، وان شاء الله بعد غياب فتره طويله نبدا المشاركه، لانه الصوت هيكون ليه قيمه في الفتره اللي احنا فيها. يعني وضح لينا مع اليوم الاول انه ما فيش اي تخوفات من الحاجات اللي كنا حاطينها في دماغنا، لانه الحشود اللي كانت موجوده هي العاصم من البلطجه والكلام ده، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. يعني انا مرحله تانية ان شاء الله نكون من اليوم الاول موجودين ندلي بصوتنا، يعني مش هنحدد يعني الوجهه بالضبط، لكن ان شاء الله يعني نختار الافضل يعني المرحله القادمه. الاسم بقى دكتور ايهاب علي. في انتخابات السنه دي انا شايف انها ايجابيه، والواحد سعيد انه راح ادلى بصوته، لان طبعا شعر بالايجابيه وشعر بقد ايه ان صوته هيبقى ليه اهميه وليه تاثير في اختيارات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب. ولمسوا برضو الواحد ان كان في اقبال شديد جدا من المواطنين، وفي نفس الوقت كان في نظام كبير في مساله التوفير ومساله ان كل واحد يدلي بصوته في ظل النظام الموجود. ودي طبعا حاجه في حد ذاتها بتدي مؤشر ان مصر في المستقبل ان شاء الله هيكون فيها ديمقراطيه، وهتبدا تسعى مساعي الدول الكبرى ان شاء الله. كانت في المعادي وبصراحه كان كلها نظام، مفيش اي مشكله حصلت خلال الوقت اللي انا كنت متواجد فيه، وكان في نظام شديد وفي احترام المواطنين يعني البعض والجهات القضائيه اللي هي بتشرف على مساله التصويت، او حتى الناس اللي هم العسكريين اللي هم الجيش او الشرطه اللي كانت موجوده. كانت في كثافه قليله، ما كانش في اعداد كبيره من الشرطه او الجيش، لكن في نفس الوقت كان في التزام المواطنين، والحمد لله ان كان التصويت في هدوء تام وفي احترام متبادل. يعني هل في توجهات سياسيه لكابتن يوسف اتجاه معين مثلا ولا؟ طبعا الواحد ما يقدرش ما يعيش السياسه. من 25 يناير اللي فات كله كان عنده اهتمام بالسياسه، بيقرا في السياسه، بيتابع الاحزاب وبيتابع اهداف كل حزب ايه وايه سيادته وايه رؤيته بالنسبه لمصر في الفتره القادمه. ولكن طبعا لابد ان الواحد يعني يحتفظ برايه وتصويته طبعا اي حزب، لكن احنا بنتمنى اي حزب يفوز واي اللي هم المستقلين برضو يفوزوا وما يعملوا على مصلحه الوطن، لان مش مستقبلا مش هيبقى فيه اللي هي السنوات الطويله اللي الناس هتقعد، هيبقى فيه تقييم كل 4 سنوات، واكيد اللي مش هيعمل واجبه مش هيأدي والناس مش هتلمس جهوده اكيد هيتغير. يعني السنه دي طبعا مختلفه عن الانتخابات قبل كده، دي اول انتخابات برلمانيه بعد الثوره، وان شاء الله تبقى دي خطوه كويسه نحو الديمقراطيه والاستقرار البلد ان شاء الله. هل جد له توجه سياسي؟ لا خالص، انا لسه دايما في المرحله الثانيه والثالثه، لكن لسه مفيش، الناس كلها قريتني انتخابات ولسه ربنا يسهل ان شاء الله. يعني البرامج الانتخابيه بتاعت الناخبين وربنا يوفق ان شاء الله ويوفقني ان احنا نختار الاصلح. انا ماليش في السياسه، لكن انا لازم اروح انتخب، لازم ادي صوتي عشان مصر في الاول وفي الاخر، عشان مصر اكبر من اي حد، ولازم كل واحد يقول صوته عشان البلد تتصلح والامور تبقى كويسه والناس تعيش كويس. واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى حاجه كويسه على مصر ان شاء الله. ليش شاركين المره دي عن المرات اللي فاتت؟ حريتها من شهر. والله المره دي الوضع مختلف، يمكن المره دي الناس كلها راحه، الناس كلها باصه لمصلحه البلد زي ما بقول لك، وعايزين البلد يبقى احسن من كده. صعبان عليا مصر الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، وحالات الناس اللي بتموت، الشهداء اللي بتموتوا، فالوضع مش مظبوط في مصر. فاتمنى ان شاء الله ان الوضع يختلف، فلازم تدي صوتك عشان دلوقتي كل بيدي صوته في الاخر هيقعد على الاستقرار لمصر تاني ان شاء الله وربنا يكرم. هل مثلا له توجه معين، يعني توجه سياسي معين؟ لا والله، انا هدي صوتي للاصلح، اللي انا شايفه اصلح واللي انا شايفه هيفيد البلد ويخدم البلد. شكرا.